فتحت البوابات وانطلقت أفراس الإنتاج السعودي عمر الأربع سنوات فأكثر التي فازت من سباق إلى ثلاثة سباقات، بالمركز الأول غرنوقة، فيما المركز الثاني بنت حيزوم، والمركز الثالث ليثي شغمومة، المركز الرابع صعبة، منافسة قوية تجمع أفراس الإنتاج السعودي في انطلاقة هذا الشوط. غرنوقة في المقدمة، تنافس من بنت حيزوم تتقدم الآن للمركز الأول، وغرنوقة لازالت محافظة بكل قوة على المركز الأول. الأفراس السعودية المشاركة في هذا الشوط صعبة، تحاول التقدم الآن مع أخذ الأفراس للمنعطف الأول. غرنوقة لازالت تقود هذه الأفراس. المركز الثاني شغمومة، فيما المركز الثالث بنت حيزوم، والدخول الآن من صعبة للمراكز المتقدمة، وأيضا المرشحة مرحبتين من الخارج التي تسعى للفوز في هذا الشوط. دخول الأفراس الخط المستقيم، غرنوقة لازالت في المقدمة، المرشحة الآن تدخل لخط المنافسة للمركز الثاني، تتقدم المرشحة الآن، تقدم للمركز الثاني. غرنوقة لازالت بالمركز الأول، التنافس القوي الذي يجمع الجياد، وأنا هيد للمركز الثالث من الخارج تتقدم الآن، فيما غرنوقة لازالت تقود هذه الأفراس في الأمتار الخمسين الأخيرة. غرنوقة للمركز الأول، تناهيد للمركز الثاني، المركز الثالث من نصيب فياف، والمرشحة جاءت بالمركز الرابع. أفراس الإنتاج السعودي